الرئيس السيسي يوجه باستكمال مستهدفات المشروعات الزراعية العملاقة لمعالجة الخلل المزمن في محدودية رقعة الأرض الزراعية. اشتباكات عنيفة لعناصر حماس مع جيش الاحتلال شمال غربي غزة، وواشنطن تدعو إسرائيل للتمييز في عملياتها العسكرية بين عناصر الحركة والمدنيين. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقول إن عرقلة الإمدادات الإغاثية لسكان غزة قد تشكل جريمة حرب، ويدعو لعدم تعليق المساعدات بأي شكل من الأشكال. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل على استكمال المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، إلى جانب المشروعات في منطقتي تشكى وسيناء وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل صونو بأسوان. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات تنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية ووسائل الري الحديثة واستخدام التحول الرقمي في تطوير الإنتاجية الزراعية وموقف محطات المعالجة والتغذية الكهربائية والمناطق الصناعية المرتبطة بهذه المشروعات. وقد وجه سيادته بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات الاستراتيجية العملاقة في إطار خطة الدولة لمعالجة الخلل المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية، وتحقيق طفرة نوعية في هذا الصدد تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، وكذلك مواصلة فتح آفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه على النحو الذي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 172 لعام 2023، وذلك بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية. ونص القانون في المادة الأولى على أنه اعتبارا من أول أكتوبر تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي.
وأؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني. حذر وزير الخارجية سامح شكري من العواقب الإنسانية والأمنية لممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي ضد سكان غزة. وخلال لقائه وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب التي تزور مصر حاليا، رحب شكري بدعم بلجيكا للقرار العربي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على ضرورة بذل جهود دولية منسقة والبناء على مباحثات القادة ومسؤولي الحكومات خلال قمة القاهرة للسلام من أجل وقف الحرب الدائرة في غزة. شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات التصعيد الإسرائيلي وتحت مبررات مغلوطة. جاء ذلك خلال لقاء شكري بالمبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، الذي أعرب عن تقدير الجانب الأمريكي للدور المصري الهام في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا مستجدات التصعيد العسكري في غزة على حدة مع نظيريه الأردني والسعودي. الاتصالان يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد غير المسبوق في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الأشقاء الفلسطينيين. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تناول الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة. الاتصال ركز على تقييم الوضع الإنساني الراهن في ظل تفاقم الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بدوره الهام في التخفيف من وطأة المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون. أني الله الشهادة. ما فيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. هيا شايفه معها ورد مسجدها. أعلنت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي المتوغل في شمال غرب قطاع غزة. أوضحت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال في شمال غرب غزة. دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل التمييز في عملياتها العسكرية بين عناصر حركة حماس والمدنيين الفلسطينيين. وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان إن على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوفرة لديها للتمييز بين عناصر حماس والمدنيين، مضيفا أن إسرائيل يجب أن تعطي الأولوية للعمليات المحددة الأهداف.
يبدو أن الحياة بعد يوم 7 أكتوبر لم تعد كسابقه في ظل تغيرات كبيرة باتت تحدث على الأرض خلال 23 يوما الماضية. حركة حماس أعلنت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في شمال غرب قطاع غزة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع، مشيرة إلى أن مقاتليها باغتوا القوات المتوغلة شمال غرب بيت لهيا بعد تسللهم خلف خطوطها والتحامهم بالقوات الإسرائيلية واشتباكهم معها. وفي وقت لاحق ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه جرى إطلاق صواريخ على القوات الإسرائيلية في منطقة معبر إيريز، مشيرا إلى أن طائرات حربية وأخرى مسيرة إسرائيلية استهدفت مبان عسكرية لحماس يتحصن في داخلها عناصر للحركة بحسب بيان للجيش. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يجري عمليات توغل في شمالي قطاع غزة، وتحدث عن استهداف عناصر فلسطينية في منطقة الساحل الشمالي المحاذية لمنطقة زيكيم داخل إسرائيل. روايات قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يدعمها أي شواهد على الأرض، فهي مستمرة فقط في قصفها الجوي غير المنقطع، لكن محاولات الاجتياح البري من المؤكد أنها تقابل بمقاومة ضارية. في تلك الأثناء قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن إسرائيل مسؤولة عن حماية أرواح الأبرياء في غزة، وذلك وسط غضب متزايد بشأن مقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع. ومع ارتفاع عدد الشهداء والجرحى بالآلاف، تتعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط متنامية لتوضيح أن دعمها الثابت لإسرائيل لا يعني تأييدا شاملا لكل ما تفعله حليفتها في القطاع المحاصر. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط ومستردات التصعيد العسكري في قطاع غزة وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة على رأسها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة. كما تطرق الاتصال أيضا لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعية والتهجير، مؤكدا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، معربا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرضا أيضا آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث أفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية. قررت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عدم إخلاء مستشفى القدس، وأكدت تعمد جيش الاحتلال إطلاق صواريخ مباشرة بجوار المستشفى لإجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلائه. كان الاحتلال الإسرائيلي قد هدد بقصف مستشفى القدس، وذلك في حي تل الهوى جنوب غربي غزة. هذا ويشهد محيط مستشفى القدس منذ ساعات الصباح غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترا. في
في هذه الأثناء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 8069 شهيدا وأكثر من 20,000 جريح. وأوضحت الصحة الفلسطينية أن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة و114 شهيدا في الضفة، فيما جرح في القطاع أكثر من 20,000 مواطن ونحو 2,000 في الضفة. بات واضحا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تصعيد المأساة الإنسانية في قطاع غزة عن عمد حتى تجني بها مكاسب عسكرية أخرى بالضغط نفسيا على الفصائل الفلسطينية. فمع تصاعد الصراع في قطاع غزة تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع، ولم يكن القطاع الطبي بمنأى عن هذه الانتهاكات، حيث تتعرض المستشفيات للتهديدات من الاحتلال يوميا لإخلائها، إضافة للقصف المتعمد للمستشفيات أو في محيطها والذي يأوي آلاف المواطنين. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من القوات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة كونه سيتم قصفه، مضيفة أن محيط المستشفى يشهد غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا. هذا وأكد مدير المستشفى بشار مراد أنه لا يمكن إخلاء مستشفى القدس بسبب عدم وجود طرق للنزوح، مضيفا أن المستشفى تعرض لدمار جزئي بعد الغارات الإسرائيلية في محيطه، مشيرا إلى أن استهداف المستشفى سيعرض النازحين داخله لخطر الموت. من جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور مثيرة للقلق البالغ، مشددا على أنه من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر. هو عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي ضرب بالإنسانية عرض الحائط وتسبب بالحرج لكل المؤسسات الدولية التي توارت وراء بيانات خجلة. هذا وقال سكان مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين بوسط قطاع غزة إنهم لم يعد أمامهم خيار سوى فتح مقابر قديمة في الجبانة المحلية لدفن من لقوا حتفهم في الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة. أضاف السكان أن المساحات الخالية في المقابر كادت أن تنفد. الآن يعني اللي نزلوا لحتى الآن في دفناهم يتجاوزوا 20-25 شهر. أكثر من 20 يوم صراحة، يعني صار فيها دفن أكثر من 500 شهيد وفتحنا الفزاكة فيها، يعني ما ضل فيها وسع، خاصة أنه أجا أعداد شهداء هائل يعني فيها، وشهداء وأشلاء وفتحنا الفزاك وما ضل وسع يعني في المقبرة نهائي. والله ما في متسع، بل يمكن متسع عندي لميت قبر. أنا أول حرب أحط في المقبرة هذا بحدود ما يعادل لحالها دير البلح تقريبا 1370 شهيد، وأغلبيتهم أطفال ونسوان، يعني يمكن ما دفنتش 30 رجل فيهم. قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة، وذلك بموجب اختصاص المحكمة. خلال زيارته معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، أضاف خان أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين. لا يمكن أن نغض النظر عن معاناة الأبرياء،
ولا يمكننا أن ننسى أن هناك خسارة ونحن ليس في حالة يمكن للشخص أن يفعل أي شيء كما يود لتبرير هدف ما. تلك الغرفة التي قد عملت خلالها كان هدفنا فيها حماية حياة الأبرياء. وأيضا العلم بأن تطبيق القانون ليس أمر نظري فقط، هو أمر لابد أن يطبق. أن تلك الإجراءات التي قد عبر بها القانون، الحماية التي قد تحدث عنها القانون هي لكل الأشخاص، ليست وينضم إلينا هاتفيا محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية أستاذ مرعي، يعني تصريحات قوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هل من الممكن أن نستشف من هذه التصريحات تصحيحا للمسار من قبل المؤسسات الدولية تجاه ما يحدث الآن من تصعيد عسكري غير مسبوق في قطاع غزة؟ خلينا يعني لو تسمحي لي ان انا ممكن اختلف شويه مع التوصيف. الموقف المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه كريم خان هو متسق تماما مع موقف كل المؤسسات الاموميه والدوليه. في حاله استنفار بالفعل في المنظمات الاموميه والدوليه جراء التصعيد الاسرائيلي والعدوان الاسرائيلي الغاشم على سكان قطاع غزه. الموقف السلبي اللي هو اللي احنا بصدده اصلا في دعم اسرائيل او اعطاء لها الضوء الاخضر للقيام ما تقوم به الان على مدى اكثر من 3 أسابيع في قطاع غزه هو من بعض القوى الغربيه. اما المؤسسات الامميه كالامم المتحده وحتى منظمه الصحه العالميه وحتى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، جميعهم أكدوا هناك حالة استنفار بالفعل، وهناك حديث حول جرائم الحرب وحول الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل من استهداف المباشر والجرائم التي تمارسها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة. أستاذ مرعي، هذا لا يعني أنه يمكن استثمار هذه التصريحات بشكل أو بآخر والبناء عليها من أجل يعني تعظيم التحركات الدولية ضد ما يحدث في قطاع غزة؟ بالتأكيد موقف المنظمات الأممية وما سبقها حتى من موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار العربي الخاص بضرورة وقف إطلاق النار
ونفاذ المساعدات كاملة بشكل عاجل ومستدام إلى قطاع غزة، أنا أعتقد ده يمثل ضغط دبلوماسي وضغط دولي على إسرائيل. وأعتقد ذلك أيضا هو يعني هذا الموقف هو من بدأ يحدث يعني نوع من التغيير الجزئي في الموقف الغربي عموما. منذ قليل الرئاسة المصرية وحتى البيت الأبيض أصدروا بيانا خاصا باتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي. هناك يعني هناك بعض طبعا الاتصال الرئيس بايدن بالرئيس السيسي سبق اتصال منذ أكثر من ساعتين الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أعتقد أصبح هناك تحرك يعني أمريكي أكبر وجهد أمريكي أكبر بالتعاون أو بالتنسيق مع مصر بضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء ملف إدخال المساعدات. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. قال جراح بريطاني إن النظام الصحي في غزة انهار ولا يمكن الوصول إلى اتصالاته في أكبر مستشفى في مدينة غزة. وقال نيك ماينارد وهو استشاري الجراحين في مدينة غزة، قال إن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات وسط انهيار الرعاية الصحية. حجم المساعدات التي تم تقديمها حتى الآن هو في الحقيقة قطرة في محيط. في الأوقات العادية تدخل حوالي 500 شاحنة إلى غزة كل يوم محملة بالوقود والغذاء والأدوية والموارد الضرورية الأخرى، لكن ما دخل إلى القطاع حتى الآن لا يكفي. يمكنني القول أن جميع الموارد في غزة قد استنفدت بالكامل في الأسابيع الثلاثة الماضية. إن نظام الرعاية الصحية قد انهار تماما هنا، وما لم تدخل المساعدات على الفور فإن عدد الوفيات سيتصاعد بشكل هائل. قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصونة إن الحكومة تجري ترتيبات مع منظمة الصحة العالمية لاستقبال مجموعة من الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان في غزة. خلال جلسة مجلس الوزراء أكد الخصونة أنه سيتم معالجة هؤلاء الأطفال في مركز الحسين للسرطان حالما تتوفر الظروف لنقلهم. نعمل عبر بعض الترتيبات مع منظمة الصحة العالمية وعبر مبادرة من مركز الحسين للسرطان لاستقبال مجموعة من الأطفال الذين يتعافون ويتعالجون من مرض السرطان في قطاع غزة حالما تتوافر الظروف الموضوعية لمنظمة الصحة العالمية لإمكانية إخراجهم ليصار إلى معالجتهم هنا في مركز الحسين للسرطان من الأطفال ممن نستطيع أن نؤمن هذا الخروج لهم إن استطاعت منظمة الصحة العالمية أن تؤمن هذا الخروج لهم. وصلت قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة اليوم. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه استلمت 10 شاحنات محملة بالمساعدات عبر معبر رفح. تم تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 6 شاحنات مرسلة لها، بينما تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني 4 شاحنات من الهلال الأحمر المصري تحتوي على غذاء وأدوية ومستلزمات طبية. هذه أول الطوافق التي تصل مجمع ناصر الطبي عن طريق الصليب جمعية الصليب الأحمر. هذه القافلة دخلت قبل يومين عن طريق معبر رفح وتم توزيعها على مستشفيات قطاع غزة المستشفيات الحكومية التي تخدم المصابين. القافلة عبارة عن مساعدات مستلزمات ومستهلكات طبية، بعض المحاليل وبعض الأدوية وبعض المستهلكات التي تستخدم في حالات الطوارئ وفي أقسام العملية.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن التاريخ يسجل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطبق سياسة الأرض المحروقة عبر استهدافها للبنية التحتية والأساسية من مستشفيات ومدارس ومحطات مياه. أضاف أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه أن إسرائيل تسعى لدفع سكان غزة المنكوبين للهجرة خارج القطاع بقصفهم عشوائيا. وقلوبنا مع غزة الجريحة، غزة التي ترتكب فيها إسرائيل مرة أخرى وعلى مرأى العالم جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها المليء بما ارتكبته من انتهاكات ممنهجة منذ النكبة في عام 48-49، رغبة منها في استكمال مخططها بدفع سكان غزة المكونين أصلاً من لاجئين إلى الهجرة مرة أخرى، وذلك بقصفهم عشوائياً، ولكن أيضاً من خلال حرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية، وأعني هنا الحق في المياه والحق في الغذاء والحق في العلاج وكل الحقوق الإنسانية الأخرى. سيسجل التاريخ مرة أخرى أن إسرائيل تطبق بلا رحمة سياسة الأرض المحروقة عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات في غزة من شمالها إلى جنوبها بأسلحة شديدة التدمير لفرض التهجير الفلسطيني بشكل قسري، سعيا منها لتصفية قضيتهم على حساب حقوقهم وعلى حساب دول الجوار. اعتبر رئيس وزراء النرويج يونس جار أن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، منددا بوضع إنساني كارثي. ومن جانبه أعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث أن بلاده مستعدة للاطلاع بمسؤوليات في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. كانت النرويج قد صوتت يوم الجمعة الماضية على قرار للأمم المتحدة يطالب بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تجري عملا سياسيا في الأمم المتحدة للضغط من أجل تهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أكدت زاخاروفا أن بلادها تضغط عبر منصة الأمم المتحدة لتحقيق هدف رئيسي هو وقف إطلاق النار ووقف العنف في الشرق الأوسط، وذكرت أن الغرب لم يسمح بتمرير مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار لأنه يتضمن دعوات لإنهاء العنف وتحقيق السلام. أدانت فرنسا أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية رفضت باريس هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قصرى والساويات مدانة، فضلا عن التهجير القصري لعدد من التجمعات السكانية. نظمت تظاهرة كبيرة في العاصمة الإسبانية مدريد دعما للشعب الفلسطيني، شارك بها آلاف الأشخاص. استنكر المشاركون في هذه التظاهرة رد الفعل الإسرائيلي على أحداث 7 أكتوبر، مؤكدين أن الرد الإسرائيلي غير متناسب، فهو يعاقب الناس بالقصف الممنهج. أنا هنا أدعم بشدة الشعب الفلسطيني الذي يعاني كثيرا منذ ما يقرب من 20 يوما. إننا نشهد إبادة جماعية حية بصمت جميع دول العالم. من الواضح أن رد فعل إسرائيل غير متناسب، فهو يعاقب الناس بالقصف الممنهج،
في وضع مستمر منذ سنوات وعقود دون حل. ومن الواضح أن إسرائيل تستخدم الهجمات الإرهابية كزارعة لضم الأراضي المحتلة. كما تظاهر الآلاف في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ضد القصف الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة. رفع المتظاهرون من بينهم نساء وأطفال لافتات وملصقات تحمل شعارات مناهضة لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. رئيس الوزراء يؤكد على المتابعة الدورية لتوافر السلع بمختلف الأسواق في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، خلال استعراضه تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية. أكد مدبولي العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية فيما يتعلق بتطبيق المبادرة. وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2016 لزيادة ضرائب جديدة على السجائر والتبغ. جلسة جديدة لمجلس النواب وصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. الجلسة بدأت بإحالة 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما تمت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. تلا ذلك الموافقة بشكل نهائي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. عشان نقدر إن احنا نستهدف أي سوق احنا بنبقى محتاجين 3 عوامل رئيسية، بنبقى محتاجين المنتج يبقى محقق المواصفات، بنبقى محتاجين النهاردة إن احنا عندنا سعر تنافسي، وأخيرا ما يخص الأدوات الدفع أو لو إحنا هنقدر ندي أجل. اللي بيكون بنتكلم على السعر أو كموصفة أو بنتكلم على أسعار تنافسية، ده بيبقى ليه علاقة بالسوق المستهدف، لكن أدوات الدفع أو إن إحنا نقدر ندي أجل كل الأسواق بتحتاجها، سواء هي أسواق ناشئة أو سواء هي أسواق متقدمة. وبالتالي وجود التشريع اللي أمام النهاردة ده بيدعم بشكل مميز جدا عملية الصادرات في مصر. مسألة هنا وجوب الموافقة على التشريعات اللي بتساعد في ضمان مسألة تنمية الصادرات وتنمية وتعظيم الاستثمارات خاصة في الدول والمناطق اللي فيها مخاطر في استرداد استثماراتنا، أعتقد أن ده موضوع مهم. ضمانة البنك المركزي أيضا هي ضمانة حقيقية لدعم الصناعات ودعم الصادرات. اللي أنا عايز أقوله في هذه المسألة أيضا وفي عجالة، بأن إحنا في حاجة إلى تذليل العقبات المتعلقة بتوطين الصناعة المصرية، إما من خلال توفير يعني الاعتمادات المالية الخاصة بدعم الصناعة، أو أيضا في تذليل العقبات المتعلقة بإنهاء التراخيص والإجراءات القانونية والإدارية. كما تمت الموافقة نهائيا على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته التي جاء فيها زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار 50 قرشاً للشرائح الثلاث. بوافق على هذا القانون لأنه بيتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية اللي بتقول إن هو مع زيادة الضرائب والرسوم على التبغ ده بيقلل استهلاكه وخاصة في أوساط الشباب. وهكذا يواصل المجلس عقد جلساته في إطار دوره التشريعي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ويحقق التنمية المنشودة. هذا وقد أكد عدد من النواب للتلفزيون المصري أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يهدف إلى دعم الصادرات والاستثمارات وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر. مشروع قانون مهم لإنشاء الوكالة المصرية لتعزيز الصادرات والاستثمار، وده أمر مهم لأن الصناعة الوطنية المصرية وتعزيز التصدير جزء رئيسي من الاقتصاد القومي، تنميته بالتأكيد يساهم في تنمية الاقتصاد القومي. لفتنا النظر للحكومة أن هناك عدة تحديات، ليس فقط إنشاء الوكالة هيحل الأزمة، لابد أن الأخذ في الاعتبار كل التحديات اللي ممكن تواجه الصناعة الوطنية أو تواجه المصدرين المصريين، أما يعني تحقيق التنافسية والقضاء على الممارسات الاحتكارية وتحقيق تكافؤ الفرص. الاتجاه العالمي في كل دول العالم يتجه نحو زيادة الضرائب على أسعار السجائر لتأثيرها السلبي على الصحة العامة للمواطن. احنا وافقنا على مشروع القانون يعني نظرا للفوائد الكثيرة التي ستترتب عليه، خاصة واحد ضبط الأسعار وضبط الأسواق، اثنين دعم الموازنة العامة للدولة، ثلاثة المحافظة على الصحة العامة للمواطن. وطلبنا الحكومة أيضا أن يكون هناك رقابة شديدة على الأسواق حتى لا يتلاعب بعض الجشعين من التجار في أسعار السجائر. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب. كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والذي ثمن مشاركة نقابة المحامين السياسية في كافة الأحداث، مشيرا إلى دور النقابة المهم في توعية المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية في الانتخابات. وقعت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا بمركز قطور الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان ل 1306 حالات، وذلك من خلال 15 عيادة. هذا وقد تم تحويل 92 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 2500 رأس ماشية وطيور. كما نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية كرم وزروق التابعة لمركز فارسكور. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات. كل الخدمات اللي بتتقدم للمريض في القافلة بتقدم بشكل مجاني له، من أول قطع التذكرة اللي بتتم للمريض من بالرقم القومي الخاص بيه، مرورا بالكشف بالعيادات. في العيادات طبعا موجود معانا فريق طبي على أعلى مستوى من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين والصيادلة، كل الفريق اللي موجود بيقدم خدمته للمواطن على أكمل وجه. قطع التذكرة بيتم للمريض بالرقم القومي الخاص بيه، المريض بيدخل العيادة بيبدأ الطبيب يكشف عليه، لو هو محتاج تحليل بيتم في المعمل
العمل اللي فيه اكتر من 40 تحليل، لو هو محتاج اشعه عاديه او اشعه سونار فبتتم برضو في قسم الاشعه المصاحب للقافله. مش مصدق اللي حصل هنا ابدا، كل حاجه جميله جميله جميله، ولا فلوس ولا وقت ضايع ولا بضيعوا حياتنا ولا اي حاجه، وبيسهلوا علينا كل شيء. الخدمه هنا ممتازه، اطباء على مستوى، والاشعه موجوده كويسه، تحليل الدم، تحليل قياس الضغط، وشغل متوفر ونظام كويس. الكفيله ما شاء الله عليها كويسه، ويصرفوا لنا العلاج، وهم مش متاخرين في اي حاجه، واللهم صل على سيدنا محمد، بنكشف مره واثنين واللي احنا عايزينه بيمشوه لنا وكل حاجه. كشفت ضغط وكشفت سكر وكشفت جلديه وكشفت عظام، وما شاء الله ناس كويسين ناس محترمين. قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع 1000 وجبة غذائية ساخنة متكاملة على المرضى وذويهم بمحافظة الإسماعيلية من خلال مبادرة سبيل. تهدف هذه المبادرة إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات، وإدخال الفرحة والبهجة على قلوب المرضى وأسرهم الذين أشادوا بتلك المبادرة، والتي تعد أحد نماذج الأعمال الخيرية المقدمة من المؤسسة للأسر الأكثر احتياجا. قدم برنامج أسقفية الخدمات ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شجرة الحياة، يأتي ذلك بهدف تحسين التعليم لدى الأطفال المتعثرين دراسيا الموجودين داخل المدارس، حيث يقدم البرنامج للأطفال داخل المجتمعات الأكثر احتياجا طوال فترة الدراسة فصولا للاستذكار وتوفير المعلمين ذوي الخبرة في كافة المواد الدراسية، ويتم تخصيص أماكن من قبل الكنائس أو الأسر، ومن شروط البرنامج أن يخدم كافة أبناء المجتمع. مبسوطة جدا من الأطفال ومن تطورهم. الأول كان يحفظ كمية كلمات قليلة، طبعا كمس إنجليزي، شجعتهم أنهم يحفظوا أكتر، امتحناهم بديهم شوية تقدير. عجبني طبعا الفرق بين المستوى، يعني أول شهر مش زي تاني شهر مثلا. بنقدم للطلبة المواد الدراسية بتاع منهج الدراسة بشكل مبسط، بنوفر مدرسين، بنوفر لهم المكان، السبورات، الإعلام بتاعة السبورة، بنعمل امتحانات دورية علشان نشوف مستواهم. البرنامج ده بيشتغل على 4 أنشطة رئيسية في البداية. هو البرنامج ده شغال في أغلب القرى والمناطق اللي بتخدم فيها اسقفية الخدمات من اسكندرية لأسوان. بيشتغل على 4 أنشطة رئيسية. النشاط الأول اسمه شجرة الحياة، خاص بالأطفال اللي هم في فترة الدراسة حاليا. الأولاد يعني مستواهم في تحسن أحسن من الأول، بنحاول يعني مع الطلبة أنهم يوصلوا مستوى أحسن، بنحاول معهم ممكن أحيانا بشهادة تقدير، أحيانا مع هدايا، بنحاول نعرف مين الشاطر نهتم بيه نوصل لمستوى أحسن. تعلمت حاجات كتيرة حلوة قوي هنا، وبدور رحلات جميلة. أنا كنت باخد عربي حساب وإنجليزي وعلوم ودراسات، بفهم المدرسين ويدونا دراسات وعلوم وعربي وإنجليزي ورياضة. أنا مبسوطة إن أنا كنت باخد دروس من هنا، وهما بيعلمونا زين وانا اتعلمت هناك، واللي دورنا في المدرسة انا نجي ناخده هنا. أعلنت جمعية رسالة عن توزيع 500 لحاف على 500 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك داخل 10 قرى في محافظة المنيا. يأتي ذلك ضمن فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث يتم التوزيع وفق عدة شروط ومعايير تنطبق على الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة في محافظة المنيا. احنا بنستهدف قرى في محافظة المنيا. القافلة بتاعتنا النهاردة بنشتغل فيها توزيع الحفاظ بمناسبة فصل الشتاء، ومواد غذائية، الحاجات دي بنوزعها على الأسر المستحقة أكثر استحقاقا مع التحالف الوطني التنموي. وإن شاء الله يعني احنا مستهدفين أكثر من 10 قرى، منهم قرية صفد إخمار وبني شيبة وعقيلة يوسف، يعني أكثر من قرية بنشتغل فيها. إن شاء الله بنستكشف القرى دي وندور على الأكثر استحقاقا، وده بحيث إن احنا بنوزع
للأسر المستحقة فعلا. بمناسبة الشتاء والبرد بنوزع معنا النهاردة توزيع حوالي 500 لحاف، 500 شنطة غذائية وحاجات كتير يعني من المساعدات اللي بنقدمها أثناء القافلة إن شاء الله. والآن نتحول في نشرة التاسعة لأهم أخبار المال والأعمال وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا لهام وشكرا لهام. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة من أجل تمكين شركة شنايدر إلكتريك من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الهيئة لتوسعات مصنع الشركة بمدينة بدر، وهو أكبر مصنع للأوحات الجهد المنخفض والمتوسط بالشرق الأوسط. وتم إنشاء المصنع في مدينة بدر عام 2009 بطاقة إنتاجية 6000 خلية جهد متوسط و3500 خلية جهد منخفض سنوياً. قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بتسليم 4 رخص ذهبية جديدة لممثلي عدد من الشركات، ليصبح العدد الإجمالي للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 24 شركة. ورخصة ذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين. قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن المنطقة تستهدف دائما تطوير كافة الخدمات للمستثمرين لتهيئة مناخ الأعمال أمامهم وفتح آفاق أكثر اتساعا من التعاون. جاء ذلك خلال افتتاح أحد البنوك الخليجية لفرع اللهو داخل مقر المنطقة بالعين السخنة، حيث أكد جمال الدين أن ذلك يأتي في إطار السعي المتواصل من المنطقة لتوفير الخدمات لشركاء النجاح من المستثمرين وأصحاب الأعمال. أغلقت أسواق الأسهم في السعودية وقطر على ارتفاع مدعومة بتقارير أرباح قوية من بنوك وشركات، رغم أن المعنويات تضررت من المخاوف من اتساع نطاق الصراع الحالي في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر السعودي 7.1% وارتفع المؤشر القطري 4.1%. دعت مجموعة السبع للإلغاء الفوري للقيود المطبقة على واردات منتجات الطعام اليابانية، وذلك في إشارة إلى القيود الصينية المطبقة بعد بدء طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية. كانت الصين فرضت تعليقا شاملا لواردات الأسماك اليابانية منذ شهرين، حينما بدأت طوكيو في تصريف المياه المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادئ. وبالرغم من أن إعلان كل من الولايات المتحدة واليابان أن القيود غير عادلة، كشفت روسيا عن قيود مشابهة في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى ريهام وإلهام. شكرا محمد. افتتح طارق رحمي محافظ الغربية المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل بكفر الزيات. شهدت أعمال التطوير توفير مقاعد واستراحات للمواطنين والأسر والعائلات وزيادة الكهرباء، وذلك من خلال زرع خلايا الطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ممشى به مقاعد على نظام مدرجات الملاعب. الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين بتأتي على رأس الأولويات اللي بيواجه بها دايما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة. النهاردة وأنا كمواطن أعيش في هذا البلد اللي هي مدينة كفر الزيات، شايف أن تطوير الكورنيش الحقيقة يعتبر متنفس حقيقي لنا. يعد كورنيش النيل المطل على فرع رشيد نهر النيل بمدينة كفر الزيات محافظة الغربية متنفس طبيعي لكل أهالي مركز ومدينة كفر الزيات، ويعد تجسيدا لجهود الدولة المصرية وجهود محافظة الغربية في الاهتمام بالكورنيش كأن يكون ليكون متنفس طبيعي للأهالي مجاني من خلال إدخال أعمال تطوير فيه، أعمال تأمين فيه، إتاحة الرؤية البصرية لكل المواطنين مجانا.
حصل تطورات جميله عندنا في كفر الزيات، كورنيش النيل بقى جميل عظيم، ودلوقتي بعد ما كنا مثلا بنروح نقعد في نادي عشان نصرف مبلغ كبير، دلوقتي بنيجي نجيب اولادنا بنقعد على الكورنيش مجانا بدون اي مقابل، وحاجه عظيمه جدا. والان متابعه لاهم الاخبار الرياضيه نتابعها مع محمد عبد الله. اليك محمد. شكرا الهام. وشكرا الهام الى اخبار الكره والملاعب. اخبار الرياضه، خسر النادي الاهلي من مضيفه صن داونز الجنوب افريقي بهدف دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الافريقي. بهذه النتيجه يسعى الاهلي للفوز بفارق هدفين في مباراه الاياب يوم الاربعاء المقبل على استاد القاهره الدولي لحجز بطاقه التاهل الى المباراه النهائيه، بينما يكفي صن داونز الفوز او التعادل باي نتيجه او حتى الخساره بفارق هدف بشرط التسجيل. فاز مانشستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي. بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 15 نقطة في المركز الثامن. تغلب ليفربول على ضيف نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار أصبح رصيد ليفربول 23 نقطة في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 10 نقاط في المركز السادس عشر. فاز انتر ميلان على ضيفه روما بهدف مقابل لا شيء في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وبهذا الفوز رفع انتر ميلان رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد روما عند 14 نقطة في المركز الثامن. نهاية أخبار رياضة، أعود إلى إلهام وريهام. أشكرك محمد عبد الله. تشهد مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى العراقية موسم حصاد التمور رغم شح المياه والجفاف. أنتجت المدينة 88 ألف طن من التمر العام الماضي، ويتوقع الوصول ل 100 ألف طن هذا العام. هنا في شمال شرق العراق وتحديدا في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى حان وقت حصاد التمور، فبالرغم من شح المياه والجفاف الذي ضرب المحافظة هذا العام نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وهي عوامل يعتقد أن تغير المناخ أدى إلى تفاقمها، فإن مدينة بعقوبة تتميز بتمورها الفاخرة. صحيح عندنا بساتين تضررت من الشح المائي والجفاف اللي ضرب المحافظة، بس في نفس الوقت عندنا بساتين بدأت تنتج، بساتين نموذجية منشأة حديثاً النسيجية، عندنا في المقدادية وفي يعني في محيط بعقوبة. ديالى أنتجت 88 ألف طن من التمر العام الماضي، ويتوقع الوصول لمئة ألف طن هذا العام. من بين أفضل أنواع التمور التي تنتجها المدينة تمر الزهدي والخضراوي والبرحي. يتميز هذا الموسم 2023-2024 بوفرة الإنتاج، حيث المؤشرات الأولية تشير إلى أن إنتاج القضاء من محاصيل التمور يتجاوز 30 ألف طن تمر، وتتميز هذه السنة بنوع النوعية ذات درجة أولى من التمور. بالمئة صنف، 120 صنف اللي تحتوي عليها أصناف النخيل، بس للأسف بدأت هذه الأصناف تتأثر السنين الأخيرة بشحة المياه اللي تتعرض إلى بساتين ديالة وقلة المكافحة، والآفات الزراعية بدأت تكثر أكثر من السابق. وبعد عقود من الحروب خاضتها العراق وتغير المناخ والدعم القليل للمجتمعات الزراعية، تحول نخيل التمر الأيقوني في العراق وحصاده إلى سلسلة نادرة، وشهدت التمور العراقية نموا في الأعداد، حيث شهدت في السنتين الأخيرتين ارتفاعاً بعدد النخيل في العراق من 17 مليوناً إلى أكثر من 20 مليوناً حالياً. والآن مع أهم أنباء الطقس في نشرة التاسعة. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى محمد عبد الله. شكراً إلهام. وشكراً إلهام.
إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والساحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يصود ليلا طقس طفيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي مائل بنان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 31-23، الإسكندرية 27-21، مطروح 26-20، بورسعيد 28-24، الإسماعيلية 32-21، وإلى السويس 31-22، العريش 29-22، طابة 30-23، شرم الشيخ 32-24، الغردقة 31-23، إلى الأقصر 35-23، أسوان 36-24، الوادي الجديد 34-23، شلاتين 32-25، وحلايب 28-23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترك حضرتكم مع لقطة الأبرز لهذا اليوم.
انتهت نشرة التاسعة، ولا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يوجه باستكمال مستهدفات المشروعات الزراعية العملاقة لمعالجة الخلل المزمن في محدودية رقعة الأرض الزراعية. اشتباكات عنيفة لعناصر حماس مع جيش الاحتلال شمال غربي غزة، وواشنطن تدعو إسرائيل للتمييز في عملياتها العسكرية بين عناصر الحركة والمدنيين. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقول إن عرقلة الإمدادات الإغاثية لسكان غزة قد تشكل جريمة حرب، ويدعو لعدم تعليق المساعدات بأي شكل من الأشكال. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة.